السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. نستكمل محل ما توقفنا في الحلقة السابقة. يوجد مهمة هنا جديدة نحصل عليها من هذه الفتاة هنا، البحث عن بيضة وحش عنكبوت. حسنا، تم قبول المهمة. نخرج الآن من نزل المدونين. حسنا أصدقائنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصل لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات والقلوب الصفراء، ودعمكم المستمر للقناة هو ما يجعلنا نستمر في العمل في هذه القناة. حسنا أصدقائي، نبحث عن المزيد من المهمات أيضا. حسنا، نتحدث إليه لاحقا. التوجه للمختبر، زيارة المختبر حالا. مهمتنا أصدقائي التوجه للمختبر. نخرج من لوليسيان القرية الآن. حسنا، نصعد الظهر راثة. ايه، أنا جالس، عفوا. حسنا، نذهب إلى هنا. حسنا، نستمر بالتقدم حيث توجد العلامة البرتقالية الضخمة أصدقائنا التي بها دائرة بيضاء. نحصل على بعض الفطر في طريقنا وتفاح الجن والكثير من العناصر، ونستمر بالتقدم تجنب الضوارئ أصدقائي المزعجة. نحصل على أشواك التنين المجنح. حسنا، يوجد ناقل منزل متنقل بجانبنا، تجنبه حاليا. وحش ملكي، حسنا نتجنب الوحش الملكي أيضا. وكر وحش نادر، حسنا نتجنبه أيضا. حصلنا على الصبار الملك، حسنا نستمر بالتقدم. حسنا، فلنرى ما الذي يحصل هنا. يقع مختبر المدونين في هذا الاتجاه، هيا لنسرع. انتظر، أشعر بوجود وحش. ما هذا الوحش الذي سيظهر لنا الآن في الأعلى؟ أولا، إنه تايجركس المزعج، ومن على ظهره أحد راكبي الوحوش. إنه تايجركس، حسنا، راكب وحوش. أوه، إنه صديق. مرحبا يا صديقي. ليس صديقا، عذرنا، نحن في عجلة من أمرنا. لا يمكننا السماح لكم بتخطي هذه النقطة، انصرفوا. ماذا؟ على ما يبدو سنضطر إلى قتاله. احذر. ماذا تزعجوننا؟ لا يمكننا أن ندعكم تدخلون في خططنا. أي أيان كركوغا ونركوغا أيضا. حسنا، الآن سنضطر إلى مواجهة هؤلاء الثلاث وحوش معا. الذي تتحدث عنه؟ لست متأكدا مما يحدث، ولكن يبدو أننا علينا أن نشق طريقنا بأنفسنا. حسنا، فلنواجه هذه الوحوش الحمقاء ما ركبوها. حسنا، سنضطر إلى مواجهة اثنين في الأول. أشعر كأنك تقول لا تعبث معي، خبرنا باسمك على الأقل. أنت في طريقنا، هذه أخبار سيئة بالنسبة لك. هذا بلا فائدة الآن، لا يفهم مثل هؤلاء الرجال سوى لغة واحدة. حسنا، نجرب أول هجوم قوة. 34 لصالح صديقي، 26 للآخر. ضربات حاسمة، نصل حاد من ناركوغا. 69 ريفر 2 أيضا. 48 ناركوغا. 64 أنا جناس. حسنا، يستخدم هجوم سرعة. أهجم هجوم تقني أصدقائي. هجوم التقني ينتصر على السرعة. 44 نقطة للاعبي، ويفقد قلبه الأول ناركوغا. حسنا، هجوم تقني وتقني يتعادلوا أصدقائنا. قوة عرقلة الهجوم من ريفر 2 69 نقطة. سرعة ضربة التركيز. أوه، أنا جناس يتضرر بشكل كبير. كرة المشتعلة على ريفر 2 يحترق من أيان كركوغا. حسنا، ماذا يعني لفظ نحن الذي تستخدمونه؟ لا تخبرنا أن هناك المزيد منكم. هذا ليس جيدا، يمكن أن يؤدي وجود مجموعة كاملة من المتسللين الحدود جميع أنواع المشاكل. حسنا، نختار عناصر أصدقائي. نختار جرعة عادية نعطيها لأنا جناس حتى يستعيد كامل طاقته. حسنا، أنا جناس يستعيد كامل طاقته. أوه، هجوم مزدوج على أنا جناس. 86 نقطة.
وهجمه ايضا ضربات حاسمه على اناجناس القنبله الشوكيه. هل سيصمد؟ لم يصمد اناجناس. حسنا اناجناس يفقد طاقته. حسنا 68. حسنا استخدم عناصر اصدقائي، استخدم جرعة عادية اعطيها للاعبي، استعيد كامل طاقته. حسنا انا جناز ضربة حاسمة، نصل الحاد من ناركوغا، سرعة ضربة التركيز من الاحمق هذا المغير معروف اسمه الذيل السام، يتسمم انا جناز تنين القوس من ريفر 2 ويتضرروا جميعا. ها هو ناركوغا يفقد قلبه الثاني، التسخين من انا جناز. حسنا استخدم عناصر، اختار جرعة عملاقة هذه المرة واعطيها لانا جناس اصدقائي حتى لا يموت، يستعيد كامل طاقته. حسنا سخام الحياة يستخدمها ريفر 2، تقنية قطع الوحوش. حسنا قوة عرقلة الهجوم من ريفر 2، نصل الحاد مرة اخرى من ناركوغا، 70 نقطة لصالح انا جناس، 60 نقطة ليتضرر صراع القوة بين ناركوغا وانا جناس، ينتصر انا جناس اصدقائي. ننقر حرف A باستمرار، 61 نقطة لصالح انا جناس. هذا ماس تجنيد استهزائك بنا، لم نذهب خارج الغابة بعد، حصنوا انفسكم. نحصل فقط على 144 نقطة خبرة. حسنا وبعض العناصر، لقد فهمنا الان، ما عليكم سوى الاستسلام، لن تصلوا الى المعمل ابدا، لن اسمح لكم بهذا، ابقوا هادئين يا رفاق، الامر لا يستحق المحاولة. حسنا سعيد كامل طاقتنا ونتقاتل مع هذا الوحش. حسنا غالبا يهجم هجوم بسرعة، نهجم هجوم تقني، هجوم تقني مزدوج. اين ناركوغا؟ اي انا وريفر 2 اصدقائي. 75 نقطة، ولا يتأثر، انهم اقوياء جدا هذه المرة. حسنا نستخدم هجوم تقني مرة اخرى، 18 نقطة للاعبي. يخسر انا جناس امام الوغد. حسنا تقنية عرقلة الهجوم من ريفر 2، 56 نقطة. رام الصخور، او لا انا جناس يفقد قلبه الاول. حسنا انه مصمم على اعاقة طريقنا، لا يعجبني ما ستؤول اليه الامور، علينا انهاء هذا بسرعة يا صديقي. حسنا نهجم هجوم تقني مرة اخرى، 19 نقطة لصالح لاعبنا. قوة التنين الممزق من ريفر 2، 99 نقطة. تايجر اكس يفقد قلبه الاول اصدقائي، ينتصر من هجوم التقني لأنا جناس عليهم. حسنا نهجم مرة أخرى، تحطيم الصخور، يستخدم مهارة اقتران أصدقائي. ها هو تايجر اكس ينزل عن التل، يركض بسرعة جنونية، يستخدم هجمة مدمرة جدا وهي تحطيم الصخور. 132 نقطة، انفجار الحارق من أنا جناس، يتضرر الاثنين ويحترق أيضا. حسنا استخدم عناصر اصدقائي، جرعة عادية اعطيها للاعبي حتى يستعيد كامل طاقته، وسرعة عرقلة الهجوم ريفر 2 61 نقطة. يخسر هجوم القوة امام السرعة والتتبع من تايجريكس. حسنا حسنا جمعنا مهارة اقتران، نستخدم مهارة اقتران اصدقائي مع انجناس، نهجم عليهم. حسنا استخدم سخام الحياة، 50 نقطة لكل لاعب. اعتداء انجا، ها هو انا جناس يركض مشتعلا اصدقائي، يقفز عن التلة يشتعل بالنيران، يركض بسرعة جنونية. 108 و103 نقطة، يفقد قلبه الثاني تايجريكس. 56 نقطة، صراع القوة بين انا جناس والتايجريكس، ننقر حرف A باستمرار حتى ينتصر انا جناس. ينتصر انا جناس، 61 نقطة، ويجمع بعض الطاقة. حسنا نهجم هجوم تقني مرة اخرى، او لا يستخدم مهارة اقتران تحطيم الصخور مرة أخرى. ها هو تايجر ينزل عن الجبل، يركض يقفز من الجبل، ويستخدم تقنية تحطيم الصخور. 132 نقطة مرة أخرى على عبنا، سرعة التنين ممزق 99 نقطة لريفر 2، 72 أنا جناس. حسنا نستخدم عناصر أصدقائي، يستخدم جرعة مرة أخرى أعطيها للاعبي، يستعيد لاعبي أصدقائي كامل طاقته. قوة عرقلة الهجوم من ريفر 2، 56 نقطة. أخيرا تم تدمير هذا الوحش، هزيمة الوحش التايجركس. نحصل على 184 نقطة خبرة، بعض العناصر أيضا، وتم أخيرا هزيمة هذا الوحش تايجركس.
عمل جيد يا صديقي. لماذا كنتم تحاولون إعاقتنا؟ لن تتدخلوا في خططنا. حسنا، يهربوا، يستخدم قنبلة ضوئية. وماذا يعني هذا؟ لماذا يريدون إبعادنا عن المختبر؟ أولا، هذا يعني أنهم يسعون خلف راثة، علينا أن نصل إليهم قبلهم. حسنا، نستمر بالتقدم. حسنا، التوجه للمختبر أصدقائي، ما زالت مهمتنا، نستمر بالتقدم. حسنا، نتبع أصدقائنا المؤشر البرتقالي الضخم التي بها دائرة بيضاء كما ترونه موضحا بالصورة. حسنا، ها قد وصلنا لمكان ما. هل وصلنا المختبرات؟ ها هي الفتاة إينا، ها هو على ما يبدو وصلنا أخيرا مختبرات الأبحاث، لأنه هو هذا المختبر، كل شيء جاهز هنا وهنا أيضا. جيد، إن القائد كان ساذجا كفاية ليعتقد أننا كنا سنساعد الباحثين. حسنا، ها هي العربة التي يوجد بها راثة الرزلس. ما الذي يحدث؟ إلى أين يأخذون راثة؟ تظهر هذه السفينة من لا مكان، ويوجد على ظهرها كايلو قطة سكينو. والآن لنأخذه إلى السفينة. توقفوا، ماذا أنت؟ دعه يذهب فورا، أنت لا تفهم. رجل السادة، لا تتدخل في هذا، توقف في مكانك. أرجع راثة. أنت مجددا؟ ربما علينا أن نأخذها أيضا. دعني أذهب. أين؟ أعتقد أنك قلت أنك لن تؤذي أحدا، فلتصمت يا فتى، لدينا عمل يجب إنجازه. حسنا، ها هم يخطفون رادولوس، ما زالوا يخطفون راثة. ها هو رازلوس، أخذوه على السفينة. توقف مهلا، دعهم يذهبون. هيا لنحررهم. أنت ريفيرتو، هل تعرف سبب كل هذا؟ هل كان راكب الوحوش هذا يعمل لصالح رفاقك سائدي الوحوش؟ من يعرف؟ كيف لك ألا تعرف؟ ألست في الفريق نفسه؟ لم أرى راكب الوحوش هذا من قبل. حسنا، تقضي أوامرنا بالتحري عن راثة ذي الأجنحة المدمرة، لكن ربما يخطط أحدهم لسرقته. ما الذي يحملك على قول هذا؟ أنصت، إنه محط تخمين، لا أعرف أكثر مما تعرفه. علينا أن نمسك بهؤلاء الرجال ونجبرهم على الإفصاح عن الحقيقة. انظر، إنها غير واضحة، ولكن بإمكانك رؤية أثر السفينة. علينا أن نسرع، أجل لا نستطيع أن ندعهم يفلتون منا. إعاقة راكب الوحوش، يبدو أن هناك منزلا متنقلا بجوار، هل تود التحقق منه؟ حسنا، نتحقق من المنزل، نقوم بتفعيل أصدقائنا. نختار حفز، نستخدم الحفز اللعبة، وارتفع مستوى صديقنا أصدقاء من مستوى 22 لمستوى 24. حسنا، هذا رائع لصديقنا. الآن مهمتنا تتبع السفينة الرملية، ولكن لن أكملها الآن، سأكملها في الحلقة القادمة. حسنا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.